لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، رائعة أخرى من روائع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى، وهو موضع قريب من مكة، قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده: أي بنية، اظهري بي على أبي قبيس، يعني اجعليني فوق هذا الجبل. قالت: وقد كف بصره. قالت: فأشرفت به عليه، فقال: أي بنية، ماذا ترين؟ شايف إيه؟ قالت: أرى سوادا مجتمعا. قال: تلك الخيل. قالت: وأرى رجلا يسعى بين يدي ذلك السواد مقبلا ومدبرا. قال: أي بنية، ذلك الوازع، يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها، يعني الذي يرتب الجيش ويسويه ويصفه ونحو ذلك. ثم قالت: قد والله انتشر السواد. فقال: قد والله إذن دفعت الخيل، فأسرعي بي إلى بيتي. قال: فانحطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته، يعني نزلت بجدها من على الجبل مسرعة به إلى البيت. يقول: وفي عنق الجارية طوق من ورق، يعني قلادة من فضة، فيلقاها رجل فيقتطعه من عنقها. واحد قابلها راح قاطع القلادة دي من عنقها. قالت: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد، أتى أبو بكر بأبيه يقوده. سيدنا أبو بكر أتى بأبيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وكلامه هذا في غاية العجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: هل تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ انظروا للأخلاق العالية. أبو قحافة كان لا يزال كافرا، ما أسلم بعد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنه أبي بكر: لماذا أتيت به؟ لما لم تدعه في البيت وأنا آتيه في بيته؟ انظروا للأخلاق. قال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. فأجلسه بين يديه، ثم مسح صدره، يعني مسح الرسول صلى الله عليه وسلم صدر أبي قحافة، ثم قال: أسلم. فأسلم. قالت: ودخل به أبو بكر وكان رأسه كالثغامة بياضا، والثغامة نبات أو شجرة بيضاء الثمر والزهر، إذا يبست اشتد بياضها، يعني شعر والد أبي بكر كان قد ابيض كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا من شعره، يعني غيروا هذا الشيب باستعمال الحناء ونحو ذلك. ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته وقال: أنشد الله والإسلام طوق أختي، يعني قال في الناس: الذي أخذ الطوق أو القلادة يأتي به. قالت: فلم يجبه أحد. فقال لها: أي أخية، احتسبي طوقك، فوالله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل، إن الأمانة في الناس اليوم لقليل. الحديث صححه ابن حبان، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وقال الهيثمي: رجاله ثقات. وفي هذا الموقف بعض الفوائد: أولها الاستعداد والتنظيم قبل الدخول في أي شيء، كما رأينا من أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بذي طوى وجعل يرتب الجند قبل فتح مكة، وفيه أخذ الخبرة من كبار السن والاستعانة بهم في تعليم الشباب، وقد ورد في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، فهم أكثر خبرة من الشباب.
وهم كذلك أكثر طاعة من الشباب لأنهم عبدوا الله قبلهم، فينبغي عليهم الاستفادة من هذه الخبرة. وفيه كذلك استعانة العاجز بالصحيح كما فعل أبو قحافة بحفيدته، وفيه التنظيم والاستماع للقيادة من علامات النصر كما كان هذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يخلو جيل من بعض المخالفات ووقوع البعض في المعاصي كما رأينا من كون بعض الناس قد أخذ القلادة من عنق ابنة أبي قحافة. وفيه مراعاة الرسول صلى الله عليه وسلم لحال الكبار حتى لو كانوا كفارا، بل في الحقيقة هذا من أسباب تحبيبهم في الإسلام، لأنه إذا رأى هذه الأخلاق علم أن هذا الدين هو فعلا الدين الحق، لأن الإسلام دين أخلاق، ومن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. ومن البر إسداء الخير والدعوة للوالدين، أعظم هدية يهديها أو يهديها الرجل لأبيه أن يعلمه الدين القرآن والسنة وأن يأخذ بيديه إلى مواطن الخير. وفيه أيضا الأمر بتغيير الشيب، فهذا أمر مستحب، ولكن كما ورد في رواية أخرى وجنبوه السواد، لا يجوز تغيير الشيب باللون الأسود، بل يجتنب ذلك ويغير الشيب بأي لون آخر. وفيه أن المؤمن مبتلى، أن المؤمن مبتلى وعليه الاحتساب عند المصيبة والصبر عند الأذى. قال ابن كثير في التعليق على قطع القلادة من عنق هذه الفتاة يقول: ولعل الذي أخذه تأول أنه من حربي، يقول يعني الكلام يعني على تمامه، يعني به الصديق ذلك اليوم على التعيين، لأن الجيش فيه كثرة ولا يكاد أحد يلوي على أحد مع انتشار الناس، ولعل الذي أخذه يعني أخذ هذه القلادة تأول أنه من حربي. قلت: وذلك أن الجيش في فتح مكة قد دخل فيه حديث عهد بإسلام، لأن البعض ربما يتعجب كيف في هذا الجيش وفيه من يأخذ هذا يأخذ شيئا ليس له، قد دخل كثيرون في الإسلام وهم حديث عهد بإسلام. ويمكن أن يكون كما قال ابن كثير هو ظن أن أبو قحافة ومن معه حربيين، فلذلك يجوز أخذ ما لديهم من الأموال. يقول: فلا يستبعد أن يتلبس بعضهم في مثل ذلك، أو كما قال الحافظ تأول أنه من حربي، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.